المحاضرة الثالثة هنتكلم عن عرض العمل. النقاط المطلوب تجمعها هتكون كالتالي: مطلوب مننا ان احنا نغطي النقاط اللي هنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي اول حاجة مفهوم عرض العمل ومنحنى عرض العمل. اول حاجة مفهوم عرض العمل يتضمن عدد العاملين الراغبين في عرض خدماتهم من العمل لقاء اجر معين. تعريف اكثر دقة ان هو مجموع ساعات العمل اللي بيرغب العاملون في تقديمها لأغراض الإنتاج مقابل أجر معين، وده خلال فترة زمنية معينة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. بالنسبة لمنحنى عرض العمل، هو بيعكس العلاقة بين مستوى الأجر وساعات العمل اللي بيرغب العامل في تقديمها. منحنى عرض العمل بينحدر من أسفل إلى أعلى ناحية اليمين، ده معناه إيه؟ إن أنا عندي هنا علاقة طردية بين كمية العمل المعروضة ومستوى الأجر. تاني نقطة عندنا هنا قانون عرض العمل. قانون عرض العمل بينص على ايه؟ بينص ان كميات العمل اللي بيرغب الافراد في تقديمها بتزيد مع زيادة مستوى الاجر. النقطة التالتة عندي هنا، النقطة التالتة عندنا ثالثا عندي عرض العمل بالنسبة للمنشآت الانتاجية. اما افترض ان منشأة انتاجية بتعمل في ظل المنافسة التامة، فالمنشأة هنا هتحاول انها ما تقللش الاجر عن الاجر السائد في الصناعات المعنية، لان هي بالطريقة دي هتفشل ان هي تجتذب اي عامل للعمل لديها. عرض العمل بالنسبة للمنشآت الانتاجية، نفترض ان منشأة انتاجية بتعمل في ظل المنافسة التامة، فالمنشأة دي مش هتحاول انها تقدم اجر اقل من الاجر السائد. بالنسبة لعرض العمل من وجهة نظر الفرد، هنشوف تحليل وصفي للاختيار بين العمل والراحة، وهناخد التحليل البياني للاختيار الفرد بين العمل والراحة. بعد كده عندي العوامل الأخرى اللي بتأثر على منحنى عرض العمل للمجتمع. هنلاقي إن العوامل الأخرى اللي بتأثر على منحنى عرض العمل للمجتمع هي حجم السكان، معدل المشاركة الاقتصادية، مساهمة المرأة في سوق العمل، عدد ساعات العمل الأسبوعية، القوانين والأنظمة، العادات والتقاليد والثقافة، وصافي الهجرة.